لعبتنا النهاردة من أهم الألعاب النزالية زي الكاراتيه والمصارعة والملاكمة وغيرها. بيرجع تاريخ الجودو إلى آلاف السنين، حيث عرفت اللعبة في الصين في القرن السابع قبل الميلاد، قبل أن ينقلها الياباني أكاياما أوشيتو إلى موطنه، حيث كان يدرس هذا الرجل وقتها في الصين. وهناك أقاويل تؤكد أن الفراعنة سبقوا الصينيين ومارسوا هذا النوع من المصارعة من 3000 سنة قبل الميلاد، قبل أن ينقلها الهكسوس إلى جنوب شرق آسيا. الجودو تعني الطريقة اللينة أو الجيدو، وهي رياضة وفلسفة أنشأها في اليابان الدكتور جيغورو كانو في 1882، بعدما حذف منها العديد من التقنيات الخطيرة وجعلها أكثر ملائمة للممارسة الرياضية. دخلت اللعبة إلى دورة الألعاب الأولمبية عام 1964 للرجال و 1992 للسيدات. يطلق على مباراة الجودو راندري، ويرتدي كل لاعب بدلة مهيئة وتقام على بساط معد لذلك، ويتنافس اللاعبون في 6 أوزان، وزمن المباراة في الأدوار التمهيدية 6 دقائق، وفي نصف النهائي 8 دقائق، وفي الدور النهائي تصبح مدة المباراة 10 دقائق. وتوجد في المباراة 3 أنواع للنقاط، وهي الضربة القاضية أو النقطة الكاملة الإيبون، ومن يحققها أولا يكون فائز حتى لو لم ينتهي وقت اللقاء. النقطة الثانية الوزاري، وتحتسب كنصف نقطة، كما يوجد أيضا نقطة اليوكو وهي ربع نقطة، وأيضا نقطة الكوكا وهي أقل من الإيبون والوزاري واليوكو. وإذا تعادل اللاعبان أثناء المباراة يتم اللجوء إلى النقطة الذهبية، ويفوز بالنزال من يحققها أولا، وتعتبر النقطة الذهبية قانونا جديدا في الجودو استخدمت في أولمبياد عام 2004. وللجودو المصري تاريخ كبير وسجل مشرف، حقق نتائج رائعة في البطولات المختلفة، وعلى رأس نجوم مصر في اللعبة البطلان الأولمبيان محمد رشوان وهشام مصباح.